السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من حلقات وورلد سبورتس. بنكون معاكم كل يوم جمعة من الساعة 5 وحتى الساعة 6:30، بنتكلم في كل الأحداث العالمية اللي تمت وحصلت خلال الأسبوع الماضي، وأهم الأحداث اللي هتكون موجودة في الأسبوع القادم. أسبوع كان قوي جدا، أسبوع كان فيه فرح وحزن، بداية من الدوري الإسباني ولقاء برشلونة وريال مدريد، واللي طبعا برشلونة فاز فيه 1-0، وبالتالي بيكمل مسلسل وسيناريوهات ريال مدريد السيئة بالخسارة في 4 مواجهات أمام فريق برشلونة في سانتياغو برنابيو. طبعا 1-0، النتيجة انتهت بهدف لراكيتيتش، وبالتالي ريال مدريد بيتم إقصائه من البطولة الثانية على التوالي في 3 أيام. البطولة الأولى كانت يوم الأربع قبل الماضي في بطولة كأس ملك أسبانيا، وأيضا يعني كلينيكيا ريال مدريد بيخرج من المنافسة على لقب الدوري الأسباني. طبعا هزيمة كبيرة جدا لريال مدريد أيضا في دوري الأبطال، اللي بيخسر بعد ما فاز في المباراة الأولى 2-1 على أياكس. يعني مباراة أياكس دي مباراة عايزة كلام كتير جدا، لكن راموس بيغيب بعد ما المباراة الأولى انتهت 2-1، وبالتالي ريال مدريد أول فريق في تاريخ دوري الأبطال بعد ما بيفوز خارج أرضه 2-1 بيخرج وبيتم يعني إقصاؤه ب4 أهداف مقابل هدف. راموس بعد ما كان عامل حسابه أنه هو يغيب للقائين علشان خاطر أو لقاء الأياكس اللي كان هيتلعب على ملعب سانتياغو برنابيو، بالاتحاد الأوروبي بيعاقبه علشان يغيب لقائين، وبالتالي هنا بقى دور أياكس بيجي وانه بيخرج فريق ريال مدريد خالص من دور ال16 علشان ما يكونش موجود في دور ال8. طبعا كلام كتير بيقال عن فريق ريال مدريد، وان سولاري في ساعات او في ايام هيتم اقصائه او هيتم اقالته، وهنشوف مين البديل. هل هو جوزيه مورينيو بعد ما الجمهور في المباراه الاخيره طالب ان هو يكون موجود، ولا هيتم الصبر على سولاري حتى نهايه الموسم ويتم التعاقد مع مدير فني جديد من بدايه الموسم الكروي الجديد علشان يكون ليه كافه الصلاحيات. طبعا مشادات عنيفه جدا حصلت ما بين فلورنتينو بيريز ولاعبي ريال مدريد في غرف خلع الملابس بعد المباراه في ملعب سانتياغو برنابيو، لكن طبعا سيرجيو راموس تدخل ودافع عن اللعيبه، وحصلت مشاده عنيفه جدا جدا ما بين راموس وما بين بيريز. وابرز الكلام جه قال انا اديني فلوسي كلها وانا ارحل عن الفريق وما اكونش موجود معاكم من السنه الجايه. ده الكلام اللي هنقوله لحضراتكم وهنتابعه في الصحف الاسبانيه. مباراه باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، والمباراه اللي كانت يعني اعتقد كانت ممتعه جدا. باريس سان جيرمان بعد ما فاز 2-0 على مانشستر يونايتد في اولد ترافورد، والكل قال ان خلاص باريس سان جيرمان في دور الثمانيه، حتى لعيبه باريس سان جيرمان حست بكده، ده اللي احنا شفناه في المباراه نفسها. تخيلوا حضراتكم ان مانشستر مسافر بدون 10 لعيبه اساسيين، بوجبا واليكسيس سانشيز ولينجرد وسمولينج وفالنسيا ولعيبه كتيره جدا هنقولها لحضراتكم لما نيجي نتكلم على المباراه تحديدا وتفصيلا. وبيفوز بنتيجه 3-1 3-1 في مباراه قويه جدا. طبعا اخطاء لبوفون او خطا لبوفون كلف فريقه هدف، لكن تالق لوكاكو وراشفورد وسولتشاير ولاعيبه مانشستر الصغار في السن لاول مره حد منهم يلعب في دوري ابطال اوروبا تالقوا وقدروا ان هم يخرجوا من ملعب باريس سان جيرمان بالصعود الى دور الثمانيه علشان يكسر الرقم اللي كان مسيطر على فريق مانشستر من 2014 بعدم صعوده الى دور الثمانيه في دوري الابطال. تاني هقول لحضراتكم باريس سان جيرمان اول فريق في تاريخ دوري الابطال يفوز خارج ملعبه ب 2-0 ويخرج من دوري الابطال. ايضا ريال مدريد بعد ما كسب 2-1 على ملعب اياكس او يوهان كرويف ارينا في هولندا، بعد ما كسب 2-1 هو اول فريق في تاريخ دوري الابطال يفوز بنفس النتيجه ويطلع من البطوله على يد اياكس امستردام. طبعا بورتو وروما، وبورتو بيفوز 3-1 على روما، واخر مباراه كانت سهله بالنسبه لفريق توتنهام انه بيفوز 1-0 في مباراه اللي كانت في المانيا. وبالتالي من الاربع لقاءات في اولى الجولات الاقصائيه او المرحله الثانيه من اولى الجولات في دوري ابطال اوروبا، 3 فرق بيخرجوا بتقنيه الفار. طبعا ريال مدريد وفريق باريس سان جيرمان واخيرا فريق روما. تخيلوا حضراتكم تقنيه الفار دي لو ما كانتش موجوده لفتره طويله جدا، هل كان هيستمر نفس السيناريوهات ونفس الاخطاء التحكيميه، ولا الفار هنا ليه دور كبير جدا في تصحيح وتصليح بعض الاوضاع اللي بنشوفها في الدوريات الاوروبيه وايضا في دوري الابطال.
كل سنة أكيد بيكون في تطوير، وكل سنة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي بيحاولوا إن هم يطوروا من لعبة ومنظومة كرة القدم، لكن محدش يختلف أبدا ولا يتكلم ويقول إن دوري الأبطال هي أمتع بطولة كروية في العالم. هتقولي بطولة كأس العالم أخبارها إيه؟ هقولك إن البطولة أو اللعيبة اللي موجودين في دوري الأبطال أكبر وأمتع بشكل كبير جدا من بطولة كأس العالم. بطولة كأس العالم على مستوى المنتخبات هي الأقوى، لكن على المستوى العالمي والمستوى اللي فيه إمتاع وفيه مهارة، وإحنا كمشجعين فعلا بنشكر دوري الأبطال علشان بنتفرج وبنستمتع معها على أسابيع ولقاءات ومباريات قوية جدا جدا جدا. طبعا يعني دوري الأبطال خلص، طبعا كان في بعض النتائج في الدوريات الاوروبيه هنتكلم عليها، لكن ابرز اللقاءات هو خساره نادي ارسنال من رن 3-1، لكن كل حاجه في عالم كره القدم وارده. ارسنال مش معنى ان هو خرج وخسر بنتيجه 3-1 يبقى المباراه القادمه اللي هتتلعب ممكن يخسر، كل حاجه وارده. 2-0 كفيله ان ارسنال يصعد ولدور التالي في الدوري الاوروبي. ارسنال حاطط عينه على الفوز بالبطوله، لكن معاه انديه قويه جدا زي تشيلسي ما موجود، وواحد من الانديه اللي بتنافس ايضا على البطوله. طبعا ليفربول، وكلمت كتير عن ليفربول، وانا عارف ان انا ما اتكلمش عن ليفربول، لكن ليفربول عنده مباراه مهمه جدا امام فريق بيرنلي يوم الاحد. هل محمد صلاح هيكمل لرابع لقاءاته على التوالي بدون احراز اي اهداف، ولا هيكسر الرقم اللي حققه السلبي بالنسبه لامكانيات محمد صلاح انه 3 مباريات على التوالي لم يسجل فيهم اي هدف. ليفربول متاخر بفارق نقطه، لكن كل التصريحات اللي بيتم نقلها هي ان فريق مانشستر سيتي هو اللي دلوقتي تحت ضغط، وان فريق ليفربول هو اللي مفروض هيسعى وراء اللقب وورا صداره المركز الاول. كلنا ما ننساش ان المباراه بعد القادمه لفريق ليفربول هي توتنهام، لكن مباراه توتنهام هتكون بدون المدير الفني لنادي توتنهام بعد ما تم ايقافه من قبل الاتحاد الانجليزي للمباراتين وغرامه 10,000 استرليني بسبب يعني مشاده كلاميه مع الحكم. انا عارف ان انا طولت عليكم واتكلمت في اخبار كتيره جدا جدا في البدايه، لكن كان لابد ان انا اتكلم معاكم في اهم وابرز النقاط اللي كانت موجوده خلال الاسبوع الماضي. ان شاء الله هنتكلم في كل حاجه خاصه بكره القدم العالميه، لكن هنروح لفاصل وبعديه نرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد، وكالعاده هنبدا معاكم باغلفه الصحف العالميه وهنشوف ايه ابرز الكلام والتصريحات اللي جه بعد اسبوع ساخن جدا من لقاءات في دوري الابطال وايضا في اليوروبا ليج. ونبدا من الصحف الانجليزيه، واول صحيفه هي التليجراف، نشوف كاتبين ايه. التليجراف كاتبه في العنوان: المدفعجيه يقتربون من القاع. طبعا كلام على مباراه ارسنال وران، واللي انتهت بخساره ارسنال 3-1 في مباراه اعتقد كانت مفاجاه بالنسبه لكل جمهور ارسنال اللي بيتمنى ان هو يكون موجود في موقعه جيده للموسم الحالي. سولشاير متاكد انه سيصبح مدرب اليونايتد. لوكاكو ولوكتشو يقودون نداء ابقاء النرويجي سولشاير المدير الفني المؤقت لفريق مانشستر يونايتد على العارضه الفنيه للنادي بعد معجزه باريس سان جيرمان. نروح للديلي ستار. صفقة اليونايتد الرائعة. طبعا صفقة اليونايتد هي أولي سولشاير. سولشاير سيتولى زمام الأمور بنصف ما كان يتقاضاه مورينيو. البطاقة الحمراء تصدم المدفعجية في مباراة رن. عارفين طبعا أن مباراة أرسنال ورام انتهت 3-1 وكان في كارت أصفر لسقراطس في الدقيقة 41، ودي قلبت الموازين في المباراة. طبعا الصراع او سيتي يصطدم بتهديد الحظر الاوروبي بعد مخالفه سياسه اللعب المالي النظيف. الجارديان الانجليزيه: تهديدات دوري الابطال، اليويفا يشن حمله في حق السيتي بعد مزاعم كسر قواعد اللعب المالي النظيف، اللي هو يعني كده بلغه الكوره تعاقد مع لعيبه تحت 18 سنه يعني بعدم وجود احقيه قانونيه في التوقيع مع اللعيبه. واليونايتد يذهبون لسولشاير، ابطال باريس يطالبون بحصول سولشاير على الوظيفه الدائمه. اما في الدوري الاوروبي، تشيلسي استمتعوا بلقاء كييف بعد انفجار ارسنال داخليا امام رن. عناوين عندهم قويه جدا. التايمز الانجليزيه: أولي سولشاير يستعد بأن يتولى زمام الأمور في اليونايتد رسميا بصفته مدير فني دائم.
أرسنال بعشر لاعبين ينهار فيران. النوادي يطالبون باتخاذ القرارات في حق مانشستر سيتي. نروح للديلي ميل. الإطاحة بأرسنال من قبل رين. وأولي سولشاير هو الراجل المناسب لمانشستر يونايتد. والسيتي يواجه الحظر الأوروبي بعد اتهامات كسر القواعد اللعب المالي النظيف. الميرور الإنجليزية نصف الراتب وضعفه في التدريب. بيتكلم على أن مورينيو كان بياخد نصف الراتب اللي هياخده أولي سولشاير وما عملش نص الإمكانيات أو نص الإنجازات اللي حققها سولشاير في الفترة القصيرة اللي كان موجود فيها. سولشاير يستعد لكي يتم العرض عليه نصف مكان يتقاضاه مورينيو. وبوتشتينيو المدير الفني لتوتنهام ساعده الاتحاد والكرة الإنجليزية وتم حظره. مخاوف السيتي من الحظر الأوروبي بعد حملة اليويفا وجولة تشيلسي الدنماركية. تتخطى دينامو الضعيف. تشيلسي فاز على دينامو كييف بالمناسبة 3-0 على ملعبه في ستانفورد بريدج. وطرد سقراطس في مباراة أرسنال ورين أشعل عودة ترين. نروح لأسبانيا ونبدأ مع حضراتكم في أسبانيا بالموندو ديبورتيفو ونشوف كاتبة إيه. البارسا يعطي الأولوية للتعاقد مع دي ليخت. دي ليخت هو مدافع نادي أياكس أمستردام اللي تألق في مباراة ريال مدريد الأخيرة. وبالتالي البارسا بيحاول أن هو يدعم في مركز قلب الدفاع وبيبدأ أن هو يحط أنظاره على دي ليخت كأولوية للتعاقد بداية من الموسم القادم. النادي يعتبر دي ليخت كتعاقد استراتيجي وسيحارب من أجل جلب المدافع الذي يريد الاستمرار بجانب دي يونغ. ماركا الأسبانية المعركة الكبيرة. بيريز قام بتوبيخ اللاعبين. نركز كويس قوي علشان هنا الخبر اللي اتكلمت عليه في الانترو وقلت حصلت مشادة ما بين فلورنتينو بيريز ولاعبي فريق ريال مدريد إلى أن سيرجيو راموس تدخل وبدأ أن يكون في كلام كبير جدا وتم نقله لوسائل الإعلام ووسائل الصحافة بالشكل اللي حضراتكم هتسمعوه حالا دلوقتي. بيريز قام بتوبيخ اللاعبين عقب مباراة أياكس أمستردام. والقائد راموس قام بلوم الرئيس على التخطيط السيء في الصيف الماضي وسيتم إقالة سولاري. سبورت الأسبانية عنوانت أزمة في مدريد. طبعا يوجد أزمة بين أسوار ريال مدريد بين القائد سيرجيو راموس والرئيس فلورنتينو بيريز. وميسي يعود مرة أخرى لمنتخب الأرجنتين. سوبر ديبورتي الأسبانية كتب العنوان الكبير المغفرة. فالنسيا لم يقتل المباراة ضد كراسودار بعد هدفين واستقبل هدف. طبعا فالنسيا 2-1 نتيجة غير مطمئنة بالمرة في الدوري الأوروبي. نروح لجريدة أس الأسبانية. مشادة ما بين فلورنتينو بيريز وسيرجيو راموس. وبيريز قال لراموس ارحل. راموس رد عليه وقال حسنا ادفع ليا مرتبي اللي باقي وانا هرحل بدايه من الموسم القادم. ده على كلام اس الاسبانيه. سولاري يخوض مباراه بلد الوليد باطلاق سراح مؤقت. ايطاليا ونشوف ايه اللي بيحصل في ايطاليا. نروح لتوتو سبورت الايطاليه كتب عنوان يوفنتوس الجديد. المدرب ريال مدريد يريد أليجري الذي يتناول العشاء مع أنيلي ويؤجل القرار إلى يونيو. والبدائل زيدان وكونتي وديشامب. الدفاع الضغط على دي ليخت وروبن دياس. وفي خط الوسط رامسي جاهز وواحد من بوجبا أو ندومبلي. ومراقبة لزانييلو وفيليكس. ده بالنسبة لليوفنتوس وكل الأسماء اللي عايزين يتعاقدوا معاها خلال الفترة القادمة. كوريري ديلي سبورت الإيطالية. لقد عاد بعد 8 سنوات رانييري يعود لقيادة روما. رانييري هيوقع حتى يونيو حتى نهاية الموسم ويجب أن يتأهل إلى دوري الأبطال. إذا صارت الأمور بشكل سيء يمكن أن يبقى مديرا. دي فرانشيسكو أقيل بعد تدريبات الأمس. وكذلك مونشي مدير الرياضي في نادي روما الذي تعرض للإهانة في البرتغال وممكن كمان يرحل. لاجازيتا ديل سبورت. انتر يذهب. إيكاردي يعود. تعادل جيد مع فرانكفورت بدون أهداف. وبروزوفيتش أضع ركلة جزاء ثم جدار انتر يحمل المباراة.
لاوتارو سيغيب عن مباراة الإياب وإيكاردي قد يتدرب مع الفريق اليوم. خلصنا إيطاليا نروح لفرنسا ونشوف الإكيب الفرنسية كاتبة إيه. فريق رن الذي حقق فوزا كبيرا على أرسنال 3-1 في ذهاب دور 16 من الدوري الأوروبي، وكتبت رين إنه مدفع. طبعا كلام على إن الجانرز هم أرسنال المدافع الأساسية والرئيسية، لكن طبعا لكيب استغلت اللقب الذي يطلق على أرسنال في حق فريق الفرنسي. طبعا لكيب كتبت على أزمة بباريس سان جيرمان بعد الإقصاء من دوري الأبطال، ومؤكدة أن رئيس الفريق أو رئيس النادي يوجد في المراكز الأمامية اللازمة أو المراكز الأمامية للأزمة ولحل الأزمة. الصحف الألمانية وبيلد الألمانية طبعا عنوان كبير، أكبر عقد في تاريخ البونز ليجا، اقتراب شركة سيارات من إبرام صفقة رعاية نادي بايرن ميونخ مقابل 800 مليون يورو. الصحف يا جماعة يعني بنتكلم في أخبار مشتعلة جدا، بنتكلم في أخبار مهمة جدا وقوية جدا. شفنا أسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وأيضا فرنسا وألمانيا، الأجواء مشتعلة. الدوريات في أوروبا ودوري الأبطال أشعل الدوريات وأشعل أزمات كبيرة جدا، حتى الدوري الأوروبي ونتائجه اللي هنقوله لحضراتكم من خلال الأول. هنبدأ معاكم بالدوري الإنجليزي وجدول الترتيب قبل ما نبدأ معاكم في جولة جديدة من دوريات الدوري الإنجليزي. نفكر حضراتكم بأهم خمس مراكز موجودين. المركز الأول مانشستر سيتي ب 71 نقطة، ليفربول في المركز الثاني ب 70 نقطة، أما فريق توتنهام هوتسبيرز في المركز الثالث ب 61 نقطة، مانشستر يونايتد في المركز الرابع ب 58 نقطة، أما أرسنال في المركز الخامس ب 57 نقطة. مواجهات الدوري الإنجليزي الجولة القادمة واللي هتبدأ إن شاء الله من بكرة السبت 9 مارس 2019، مانشستر سيتي أمام فريق واتفورد الساعة 7:30. أما لقاءات يوم الأحد ليفربول وبرنلي الساعة 2، تشيلسي وولفرهامبتون أيضا يوم الأحد الساعة 4:05، أما أخيرا لقاءات يوم الأحد أرسنال أمام فريق مانشستر يونايتد في قمة مباريات الدوري الإنجليزي. هدافين الدوري الانجليزي وبعد اللي حصل في الجوله الاخيره وبعد ما جويرو سجل واوباميانج سجل، ترتيب اتغير وبدا سيرجيو اجويرو في المركز الاول ب 18 هدف، يليه محمد صلاح في المركز الثاني ب 17 هدف، وطبعا امريك اوباميانج في المركز الثالث ب 16 هدف، اما هاري كين في المركز الرابع ب 16 هدف، وساديو ماني في المركز الخامس 14 هدف، ورحيم ستيرلينج في المركز السادس ب 12 هدف. الدوري الاسباني وترتيب الجدول بعد لقاء برشلونه وريال مدريد الاخير، وريال مدريد زي ما قلت لحضراتكم بيفقد كثير من النقاط وبيبتعد لفارق 12 نقطه. برشلونه في المركز الاول 60 نقطه، اتلتيكو مدريد 53 نقطه في المركز الثاني، وريال مدريد في المركز الثالث ب 48 نقطه، وختافي في المركز الرابع ب 42 نقطه، وديبورتيفو الافيش في المركز الخامس 40 نقطه. مواجهات الدوري الاسباني للجوله القادمه واللي هتبدا مع حضراتكم من بكره ان شاء الله في الساعه 5:15، اتلتيكو مدريد امام فريق ليجانيس، برشلونه امام فريق رايو فايكانو الساعه 7:30، ويوم الاحد اشبيليه امام ريال سوسيداد الساعه 7:30 يوم الاحد ان شاء الله، واخيرا بلد الوليد على ملعبه ضد فريق ريال مدريد الساعه 10:45 بتوقيت القاهره. هدافين الدوري الاسباني ليونيل ميسي بيتربع على الصداره ب 25 هدف، لويس سواريز في المركز الثاني 16 هدف، وكريستيان استواني لاعب جيرونا في المركز الثالث ب 13 هدف، اما انطوان جريزمان لاعب اتلتيكو مدريد 12 هدف في المركز الرابع، اما تشارلز دياز لاعب ايبار في المركز الخامس 12 هدف بيتساوى مع جريزمان، واخيرا وسام بن يدر لاعب اشبيليه في المركز السادس ب 12 هدف. الدوري الإيطالي ويوفنتوس 72 هدف بعد الفوز على نادي نابولي 2-1 في المباراة الأخيرة اللي كانت قوية جدا على ملعب نادي نابولي. نابولي في المركز الثاني 56 نقطة، طبعا الدوري واضح جدا ان هو اتحسم ليوفنتوس يعني من وجهة نظري، وميلان في المركز الثالث بعد الفوز طبعا وتأخر نادي انتر، ميلان بيستفيد بفوزه للصعود للمركز الثالث ب 48 نقطة، انتر ميلان في المركز الرابع 47 نقطة، وأخيرا روما في المركز الخامس ب 44 نقطة. نروح لأبرز المواجهات في الدوري الإيطالي للجولة القادمة واللي هتبدأ من النهاردة يوم الجمعة
8 مارس الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة، يوفنتوس أمام فريق أودينيزي. بكرة إن شاء الله السبت 9 مارس كييفو فيرونا مع الميلان الساعة 9:30. يوم الأحد إنتر ميلان مع سبال الساعة 4، وساسولو أمام نابولي يوم الأحد الساعة 7. طبعا نروح لهدافين والقائمة في الدوري الإيطالي. طبعا كواليريلا لاعب سامبادوريا في المركز الأول بيتساوى مع رونالدو ب 19 هدف لكل واحد منهم. طبعا كريستوف بياتيك لاعب ميلان في المركز الثالث ب 18 هدف، وزاباتا لاعب أتلانتا في المركز الرابع ب 16 هدف، وميليتش لاعب نابولي في المركز الخامس ب 14 هدف، وإيموبيلي لاعب لاتسيو في المركز السادس ب 12 هدف. نروح بقى مع حضراتكم لأبرز الأخبار العالمية. هنبدأ معاكم وهنتكلم شوية بالتفصيل، لكن يعني قبل ما نروح طبعا للأخبار عايز أفكر حضراتكم بأبرز المواجهات أو أبرز النتائج اللي اتلعبت امبارح في الدوري الأوروبي سريعا. إنتر ميلان وفرانكفورت 0-0، تشيلسي بيفوز 3-0 على دينامو كييف، وأرسنال بيخسر من رين 3-1، وأشبيلية بيتعادل مع سيلفيا براغا 2-2، ودينامو زغرب بيفوز على بنفيكا 1-0، وفيا ريال بيفوز فوز مفاجأة بالنسبة لي خارج ملعبه على فريق زينت سان بيترسبورغ 3-1، ونابولي بيفوز على ريد بول سالزبورغ 3-0، وأخيرا فالنسيا بيفوز على كراسنودار 2-1. طبعا لقاءات اليوروبا ليج لقاءات بتكون كل يوم خميس، وكل الجولات بتتلعب في يوم واحد عكس دوري الأبطال اللي طبعا بيتلعب على مدار يومين، وكل يوم بيكون فيه أكتر من لقاء لحد ما نوصل للأدوار قبل النهائية. طبعا توتنهام بيصعد على حساب بروسيا دورتموند وبيفوز عليه 1-0، أما فريق بورتو بيفوز على روما 3-1 وبيفوز على ملعبه في البرتغال، وفريق باريس سان جيرمان بيخرج من على ملعبه أمام فريق مانشستر يونايتد بثلاث أهداف مقابل هدف، وأخيرا أياكس بيعمل المفاجأة وبيفوز على فريق ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو 4-1. نروح للأخبار، وطبعا النتائج اللي قلتها لحضراتكم دي ادت الى بعض الانفجارات وبعض الاقالات وبعض الاخبار الساخنه جدا جدا والاحصائيات والارقام اللي هنقولها لحضراتكم. نبدا معاكم بنجوم مانشستر يونايتد يطالبون ببقاء سولشاير. قلنا لوكاكو ولوكشو من ابرز الاسامي اللي طلبت وعملت ثوره في بقاء المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، واللي طبعا عايز اقول لحضراتكم محقق نتائج رائعه جدا. عايز اقول لحضراتكم قبل ما نخرج من الخبر، لوكاكو احرز الهدف بعد اللي سجله في مرمى فريق باريس سان جيرمان في دقيقه و51 ثانيه، واسرع هدف في مباراه خروج المغلوب في دوري الابطال منذ ان سجل وين روني هدفه بعد 63 ثانيه ضد بايرن ميونخ في مارس 2010. سولشاير بيواصل تحطيم الارقام، أول فريق تأهل بعد الخسارة على ملعبه ذهاباً بفارق هدفين أو أكثر، وأيضاً 9 انتصارات متتالية خارج الأولد ترافورد لأول مرة في تاريخ النادي. فتخيلوا بقى حضراتكم إن احنا بنتكلم على معجزة بيحققها سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد. طبعاً يعني هنكمل بقية الأخبار. عايز أقول لحضراتكم إن في نفس هذا اليوم في عام 2012 طبعا ميسي اصبح اول لاعب في دوري الابطال يسجل 5 اهداف في مباراه واحده امام فريق بايرن ليفركوزن، وده بنتكلم على ميسي. طيب نروح بقى لبعض نكمل باقي الاخبار العالميه، واليويفا يفتتح تحقيقات مع مانشستر سيتي بشان مخالفات محتمله في قوانين اللعب المالي النظيف، وده بسبب طبعا انتهاك القواعد التعاقد مع لعيبه تحت السن القانوني هو 18 سنة. واتكلمنا قبل كده قلنا ان باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ممكن يواجهوا عقوبة الإيقاف في طبعا فترة التعاقدات الصيفية والشتوية. روما يقيل دي فرانشيسكو بعد الخروج الأوروبي. تعالوا نشوف بقى أرقام دي فرانشيسكو مع فريق روما، ونشوف ليه دي فرانشيسكو تم إقالته من فريق العاصمة. طبعا روما وأرقامه مع دي فرانشيسكو، خرج من دور 16 بدوري الأبطال أمام بورتو، وأيضا غادر كأس إيطاليا بعد الخسارة 7-1 أمام فيورنتينا، وأخيرا يحتل المركز الخامس في الدوري الإيطالي. وبالتالي بتكلم على أرقام سلبية جدا مع دي فرانشيسكو اللي إمكانياته وطموحاته لا تتناسب مع الجمهور الإيطالي.
لوكاس فاسكيز يعاني من تمزق في من الدرجة الأولى في الفخذ الأيسر، وده طبعا بجانب فينيسيوس جونيور اللي أيضا هيغيب عن ريال مدريد لمدة شهرين بعد الإصابة اللي لحقت بالاثنين لعيبة في مباراة أياكس أمستردام الأخيرة في دوري الأبطال. صحيفة بيلد بتقول كومان يغيب عن لقاء الإياب أمام ليفربول للإصابة. طبعا كينغسلي كومان واحد من أهم اللعيبة اللي موجودين في صفوف فريق بايرن ميونخ، وبالتالي غيابه إن شاء الله يكون دفعة قوية ومعنوية لفريق ليفربول اللي عنده مباراة صعبة جدا على ملعب أليانز أرينا معقل فريق نادي بايرن ميونخ. الإصابة تبعد كارفخال عن الملاعب من 4 إلى 6 أسابيع. كده نقول ان في 3 لعيبه هيكون غايبين عن لقاء ريال مدريد في مباراه بلد الوليد، لوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور واخيرا كارفخال اللي هيغيب من 4 إلى 6 أسابيع، يعني شهر لشهر ونص. دعوه قضائيه ضد ريال مدريد من لوبوتيجي للمطالبه بالتعويض قدره 28 مليون يورو، يعني اعتقد لو الرقم ده لوبوتيجي نجح ان هو يحصل عليه مش محتاج يدرب خلاص، محتاج ان هو يريح ويعني يستجم بالفلوس اللي هياخدها بدون اي مجهود، وبالتالي اعتقد ان لوبوتيجي عنده حق ان هو تم اقالته من نادي ريال مدريد، وبالتالي هو اللي ما استقالش، وهنا يحق للمدير الفني ان هو يرفع دعوه قضائيه للاتحاد الاسباني وايضا للاتحاد الدولي لكره القدم. عايز اقول لحضراتكم بالنسبه ان احنا بنتكلم على فريق ريال مدريد ان ريال مدريد استقبل 4 أهداف في مباراه واحده على ملعبه 3 مرات فقط في دوري الابطال منذ عام 2000. المباراه الاولى كانت بايرن ميونخ وكسب 4-2، المباراه الثانيه في عام 2015 شالكا بيفوز 4-3 على نادي ريال مدريد، وعام 2019 نادي اياكس بينتصر على فريق ريال مدريد ب4 أهداف مقابل هدف واحد. نكمل معاكم، وطبعا بارتوميو رئيس نادي برشلونه بيقول طبعا ميسي لديه عقد حتى 2021 وسنقوم بالتجديد مره اخرى. اكيد طبعا ميسي هو اهم لاعب في التاريخ واهم لاعب في نادي برشلونه في الوقت الحالي. ميسي يقود الارجنتين ضد فنزويلا 22 مارس والمغرب يوم 26. عايز اقول لحضراتكم على بعض الكلام اللي كان بيقال في حق ميسي امام مشاركته في مباراه المغرب. طبعا شروط مشاركه ميسي مع الارجنتين امام المغرب هيكون 3 شروط الاتحاد الارجنتيني هو اللي شارطهم. اولا ممنوع التقاط صور سيلفي مع ميسي. 2 الحوارات الصحفيه ممنوعه. 3 لن يستبدل قميصه مع اي لاعب. 4 التدخلات العنيفه ممنوعه. واخيرا مشاركته هتكون لمدة 60 دقيقة. فاحنا بنتكلم في شروط مع احترامي للاتحاد الارجنتيني هي شروط يعني لو الاتحاد المغربي يوافق بيها ده ممكن يكون لسبب تسويقي، لكن دي شروط اكيد مش موجودة في عالم كرة القدم. الاتحاد الاوروبي يشرح الحالة الجدلية لركلة جزاء مانشستر يونايتد امام باريس سان جيرمان. الاتحاد الاوروبي قال ايه؟ قال ان طبعا ان ركله الجزاء اللي مانشستر حصل عليها في الدقيقه 90 بعد ما الكوره لمست ايد طبعا كيمبيبي لاعب نادي باريس سان جيرمان اللي سجل من خلالها ماركوس راشفورد الهدف الثالث للفريق، قالت ان لجنه الحكام وبعد مراجعه اللقطه من كافه الجوانب شافت ان الكوره لمست اللاعب بالايد، وبالتالي نبهت حكم اللقاء للقطه علشان ينتبه ليها ويشوفها في الفار. وبعد ما الحكم المباراة راجع اللقطة بنفسه في تقنية الفيديو شاف ان المسافة ما بين التصويبة قبل وصولها الى ايد المدافع كانت كبيرة، وبالتالي لا تندرج تحت بند اللمسة الغير متوقعة، وان ايد المدافع ايضا كانت بعيدة عن جسده، وده اللي جعل جسم المدافع اكبر وانه منع الكرة من مواصلة طريقها للمرمى، وبالتالي كان القرار باحتساب ركلة الجزاء. ده يا جماعة الخبر الرسمي وبالتفصيلي الخاص بركلة الجزاء الجدلية ما بين نادي باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد. عايز اقول لحضراتكم ان فريق باريس سان جيرمان بالمناسبة بما ان احنا بنتكلم عليه ان طبعا في اخر السنوات اللي كان بيلعبها في دوري الابطال من موسم 2012 2013 بنتكلم انه خرج في دور الثمانية من اول هنا لحد عام 2016 من اول 2016 لحد موسم 2019 خرج من دور ال 16، وبالتالي اخر انجاز باريس سان جيرمان حققه
كان في موسم 95 لما صعد لدور قبل النهائي. تخيلوا حضراتكم ان الصرف اللي باريس سان جيرمان صرفه من 2012 لحد 2019 علشان ياخد بطوله دوري الابطال 500 مليون يورو، وبيفشل باريس سان جيرمان في الصعود الى دور الثمانيه في اخر اربع او ثلاث نسخ من بطوله دوري الابطال. ارقام كبيره جدا بتدفع، لكن المهم هو شخصيه البطل وليس الاموال اللي بيتم صرفها. فريق مانشستر بيلعب بشباب صغير لكنه صعب عشان عنده شخصيه البطل. رانييري يصل الى روما تمهيدا لتولي تدريب الفريق حتى نهايه الموسم. رانييري واحد من الاسامي الكبيره جدا في عالم كره القدم، وانا اتوقع انه ينجح مع فريق روما. الاتحاد الافريقي يتوقع مشاهده قياسيه لقرعه امم افريقيا، نتمنى ذلك ان شاء الله، بطوله من اكبر البطولات العالميه على صعيد المنتخبات في العالم. ان شاء الله يعني ان شاء الله مصر قادره على تنظيم ايا كان القرعه او البطوله نفسها بشكل مشرف وبشكل محترم. وكمان هنبدا من القرعه نفسها ان هي تكون شرف وفخر لمصر ويتابعها اكبر عدد ممكن من وسائل الاعلام طبعا بشكل مختلف في العالم كله ان شاء الله. بيتر تشيك، ارسنال قادر على بلوغ ربع النهائي لبطوله دوري الاوروبي. وفان دايك يفوز بجائزه لاعب الشهر في ليفربول، حقه الصراحه، لاعب يعني صمام من الركائز الاساسيه اللي موجوده في دفاع فريق ليفربول، وبالتالي لا غنى عنه مع فريق الريدز. طبعا فان دايك عنده مهمه قويه جدا في اللقاءات القادمه، وبالاخص لقاءين، واحد امام فريق توتنهام وواحد ضد فريق تشيلسي، اللي هيكون مسؤوليته وشغله الشاغل هو تأمين الدفاع وعدم السماح لأي رأس حربة أو لاعب مهاجم أو لاعب وسط ملعب مهاجم إن هو يسجل هدف في مرمى شباك فريق ليفربول. برشلونة يحتفي بأن ماريا ساجي أول امرأة تنضم لمجلس إدارته. زي ما حضراتكم عارفين إن موضوع مجالس الإدارة، إن مجلس الإدارة وإن الأعضاء اللي موجودين في أوروبا بيكون مختلفين عن مصر بشكل عام. يعني طبعا سنة 34 ده كان آخر مرة كان موجود، أو من 34 لحد عام 2019 ما كانش موجود ولا عضوة مجلس إدارة في نادي برشلونة. لكن طبعا 34 طبعا بنتكلم على إن كان أول عضو مجلس إدارة، لكن بنتكلم إن طبعا أنا ماريا دي أول امرأة بتنضم لمجلس الإدارة وبرشلونة بيحتفل بيها، وبالتالي طبعا يعني خبر مهم جدا بيدل على مدى وأهمية وجود عضو مجلس إدارة، وبالأخص يكون امرأة في الأندية بشكل عام سواء في مصر أو سواء خارج مصر. وطبعا الصوت النسائي بيكون ليه أهمية كبيرة جدا، وشفنا على صعيد النادي الأهلي طبعا دكتورة رانيا علواني، وأيضا كمان في اتحاد كرة القدم في أي مكان بيكون موجود في مجلس إدارة، أعتقد أن الصوت النسائي ليه أهمية كبيرة جدا. رئيس نادي ليون، سنواصل الحلم رغم أفضلية برشلونة. يعني نتكلم بقى بما ان الكبار كلهم خرجوا، يا خوفي برشلونه تخرج هي كمان وريال مدريد وجمهوره يفرحوا فيه جمهور نادي برشلونه. لكن جميله جدا، يعني عايز اقول لحضراتكم ايه، ان بقت الكره الاوروبيه في مصر بقت عامله حاله ممتعه وحاله رائعه جدا، بنشوف جمهور لبرشلونه وجمهور لريال مدريد، لكن ممكن نشوف مثلا في نفس الوقت واحد بيشجع مانشستر مع برشلونه. لكن الريال وبرشلونه ده ليه مذاق خاص جدا جدا واهميه رائعه جدا، حتى هنا واحنا وجودنا هنا في القناه، خارج القناه، ما بين اصدقائنا، ما بين كل الناس اللي نعرفهم، هتلاقي اكيد على الاقل واحد بيشجع ريال مدريد وممكن معاه مثلا فريق مانشستر، او واحد بيشجع برشلونه ومعاه مثلا نادي اي سي ميلان، وبالتالي هتبقى يعني المنافسه وكل واحد هينكش الثاني كده في الكره الاوروبيه ده لحد بقى عمر طويل ولحد ما كره القدم دي تنتهي على خير. رئيس نادي ليون تاني بيقول سنواصل الحلم رغم افضليه برشلونه، وباتريك كلايفت الصغير يقود قائمة نجوم هولندا أمام منتخب مصر. خلصنا معاكم أخبار الكرة العالمية، طبعا ده كلايفرت الأب وده كلايفرت الابن، وفي النص الاتنين واقفين مع بعض، الكل بيتوقع ليه كلايفرت الصغير أو كلايفرت الابن يكون ليه مستقبل رائع مع نادي روما اللي بيلعب فيه وبيقوده حاليا مع دي فرانشيسكو اللي تمت إقالته، وبالتالي رانييري هو اللي هيكون المدير الفني لنادي روما. نروح لأخبار المحترفين المصريين ونشوف إيه اللي موجود. ويورجن كلوب تصريح على لسانه بيقول صلاح صاحب الفضل في المنافسة ليفربول على البريمير ليج، تصريح في وقته
وانا اتفق مع يورجن كلوب 150%. صلاح في الفتره الاخيره محتاج دفعه معنويه، محتاج دفعه نفسيه، وبالتالي يورجن كلوب ما بيقولش كلام من فراغ، علشان كده يستحق فعلا ان احنا نقول عليه ان هو افضل مدير فني في العالم بيتعامل نفسيا مع اللعيبه. الاتحاد اليوناني يؤجل اعلان نتائج التحقيقات في واقعه عمرو ورده وجمهور ايك. قلنا الاسبوع الماضي ان كان في مشاده حصلت ما بين جمهور ايك اثينا وعمرو ورده لاعب نادي اتراميتوس في بطوله الكاس اليونانيه، وبالتالي فتح تحقيق مع الطرفين طبعا بخصوص عمرو ورده، بخصوص الجمهور اللي كان حاضر المباراه، لكن لسه ما اتخذش اي قرار بالنسبة للتحقيقات اللي بيحقق فيها الاتحاد اليوناني لكرة القدم. بيكفورد، تعهدت على نفسي ألا يسجل محمد صلاح في إيفرتون. بيكفورد حارس المنتخب الإنجليزي، واحد من أفضل الحراس اللي موجودين في العالم، بيقول إن بعد ما فشل محمد صلاح نجمنا المصري في تسجيل هدف في مرمى، قال إن هو أخذ عهد على نفسه إن محمد صلاح أبدا ما يسجلش في شباكه طول ما هو واقف في مرمى إيفرتون. برمنغهام لايف، احمد حجازي يدخل اهتمامات ريال مدريد الصيف المقبل. انا بقول لحضراتكم الخبر ده طبعا على لسان وسائل الصحافه ووسائل التواصل الانجليزيه والعالميه، بس انا اقول لحضراتكم الخبر ده ممكن بنسبه 50% انا اقول لكم ان هو غير صحيح، مش عايزين نقفل الباب تماما، لكن 50% اعتقد ان الخبر بعيد كل البعد عن تعاقد ريال مدريد او حتى اهتمام ريال مدريد باحمد حجازي. احمد حجازي لاعب كبير جدا بالمناسبه، انا مش بقول الكلام ده ان انا بقلل من حجم احمد حجازي، لكن احمد حجازي هدفه الاول حاليا هو الصعود مع نادي ويست بروميتش، وايضا الصعود مع ناديه، واذا فشل ينتقل الى الدوري الانجليزي الممتاز. وقلتها مرارا وتكرارا، لو احمد حجازي فشل ان هو يكون موجود الموسم القادم في الدوري الانجليزي الممتاز، فاهلا به في ناديه مره اخرى وهو النادي الاهلي. احمد حسن كوكا نعد الجماهير بالتتويج بكاس الامم الافريقيه. تصريح مهم جدا من لاعب متالق مع نادي اولمبياكوس في الفتره الاخيره، تعاد تالقه، تعاد توازنه، وزي ما حضراتكم متابعين الاخبار وبتسمعوها بتشوفوها معانا، احمد حسن كوكا ان شاء الله يكون ليه وجود وتاثير مهم جدا مع المنتخب خلال الفتره القادمه. ايضا احمد حجازي يحسم عروض الرحيل عن ويست بروميتش بعد كاس الامم الافريقيه، يعني بعد نهايه الموسم مع ويست بروميتش، لو صعد مع ويست بروميتش خير وبركه، ما صعدش هيبقى التركيز في الذهاب الى الدوري الانجليزي الممتاز او حتى الرحيل عن ويست بروميتش ولكن الى دوري ممتاز اخر، سواء ايطاليا او سواء الدوري الاسباني. واخيرا محمود حسن تريزيجيه وكريم حافظ يتالقان في ميران قاسم باشا استعدادا لجوزن تيبي التركي. اخر الاخبار بقى الخاصه بالاخبار العالميه بشكل عام، خبر من دوري ابطال اوروبا لكره اليد انه هو خلاص بيدخل المرحله الاخيره، وبلغت منافسات بطوله دوري ابطال اوروبا للانديه رجال لكره اليد مراحلها الختاميه بعد تاهل 16 فريق الى مرحله خروج المغلوب، وتعد انديه برشلونه وباريس سان جيرمان وفلنسبورغ ونانت ومونبلي ابرز المتاهلين للدور الثاني من عمر البطوله الاوروبيه. نروح لخبر خاص بالام بي اي. سيلفر، زيادة نفوذ نجوم الـ NBA على رأس تحديات البطولة. طبعا آدم سيلفر مفوض دوري كرة السلة الأمريكي NBA أن اعتماد أندية الدوري الأمريكي للمحترفين على إبرام العقود قصيرة الأمد مع اللاعبين على رأس التحديات التي تواجه البطولة الأمريكية التي تؤرقه هو شخصيا، خاصة أن آلية التعاقدات الجديدة لم تحمي اللاعبين أصحاب الرواتب المتدنية في أنديتهم كما كان مخطط له، بل ساهمت في زيادة نفوذ نجوم الدوري المحترفين في حرية الانتقال من نادي إلى آخر. وطبعا ملاك أندية دوري NBA قرروا الاعتماد على تلك الآلية التعاقدية لحماية أنديتهم من الصفقات دون المستوى وحماية اللاعبين كذلك من التعثر في حالة الحصول على أجور متدنية. خلصنا مع حضراتكم أبرز الأخبار وأبرز النتائج اللي كانت موجودة في طبعا الاسبوع بقى الماضي والاسبوع الحالي وايه اللي بيحصل في كره القدم العالميه، وخدنا معاكم كمان NBA وكره يد عشان ما نكونش حارمين حضراتكم من اي حاجه، عشان نكون كمان متابعين ابرز الاحداث اللي موجوده.
اقول لحضراتكم تاني عندنا اسبوع قوي جدا، ما ننساش ان احنا عندنا لقاءات في دوري ابطال اوروبا الاسبوع القادم هتكون مهمه جدا. ابرز المواجهات زي ما حضراتكم عارفين مباراه برشلونه وليون، المباراه الاولى انتهت بالتعادل طبعا 0-0 كانت في فرنسا، والمباراه هتكون على ملعب الكامب نو. لكن طبعا زي ما حضراتكم عارفين مباراه ليفربول وبايرن ميونخ، مباراه ليفربول وبايرن ميونخ دي هتكون مباراه قويه جدا، مباراه هتكون ممتعه، مباراه هيكون فيها يعني احصائيات وارقام واستعدادات محمد صلاح. بقى محمد صلاح هيعمل ايه امام فريق البافاري، فريق بايرن ميونخ؟ هل ليفربول هينجح انه يصعد الى دور الثمانيه؟ طبعا يوم الثلاثاء هتكون اولى المواجهات مانشستر سيتي وشالكه، والمباراه طبعا زي ما حضراتكم عارفين انتهت في الدور او الجوله الاولى انتهت بفوز السيتيزنز 3-2 بعد ما كانوا متاخرين ب 2-1، وايضا بعد ما تم اشهار البطاقه الحمراء للاعب السيتي علشان يلعبوا ب 10 لعيبه الشوط الثاني وجزء من الشوط الاول، وبالتالي السيتي بيحقق مفاجاه. لكن جوارديولا زي ما انتم عارفين يعني زي ما انتم عارفين ان جوارديولا المدير الفني للسيتيزنز هو مدير فني دايما لا يعتقد ودايما عنده يقين وعنده تصريحات ان هو مش هيتكلم على مكسب او مش هيجيب سيره مكسب او سيره تاهل غير لما النادي يكون فعليا موجود في المرحله المقبله. طبعا في نفس التوقيت ونفس اليوم يوم الثلاثاء القادم المباراه الاقوى اليوفنتوس واتلتيكو مدريد. المباراه الاولى انتهت 2-0 لاتلتيكو مدريد. زي ما احنا قلنا هنفكر حضراتكم تاني، طبعا خيمينيز وجودين هم اصحاب هدفي الفوز، وبالتالي اول مباراه في تاريخ دوري الابطال يحقق فيها الرقم اللي اقول لحضراتكم عليه هو احراز هدفين من قبل لاعبين من الاورجواي في مباراه واحده فقط. يوفنتوس اخر فرصه لالجري في البقاء كمدير فني بعد نهايه الموسم. الجري طبعا زي ما حضراتكم انه خرج من بطوله الكاس، وبالتالي لا تبقى سوى بطوله الدوري وبطوله دوري الابطال. لو خرج من دوري الابطال مش هيكون قدامه اختيار غير بطوله الدوري الايطالي، اللي انا شايف انها سهله جدا، لكن في نهايه الموسم هيقرر مع انيلي رئيس النادي هل أليجري هيبقى مع نادي اليوفنتوس بعد ما اخفق في تحقيق بطولتين على الاقل من الثلاث بطولات، ولا ريال مدريد هينجح في التعاقد واقناع المدير الفني بدايه الموسم القادم ان هو يكون المدير الفني لنادي ريال مدريد. طبعا ده بالنسبه للقاءات يوم الثلاث. اما بقى يوم الاربع زي ما قلت لحضراتكم لقاءين مهمين جدا في دوري الابطال، بايرن ميونخ وليفربول، المباراه اللي تكون على ملعب الاليانز ارينا، والمباراه الثانيه اللي هتكون برشلونه امام ليون، وهتكون ايضا في نفس التوقيت على ملعب الكامب نو. طبعا كلنا هنتابع ما فيش شك مباراه بايرن ميونخ وليفربول علشان هي الاقوى، وبالتالي احنا كمصريين المباراه دي تهمنا جدا جدا جدا. كل التوفيق لنجمنا المصري محمد صلاح اولا في مباراه يوم الاحد امام نادي بيرنلي، وثانيا امام نادي بايرن ميونخ في مباراه قويه جدا هتشهد غياب كينجسلي كومان لاعب بايرن ميونخ، لكنها هتشهد عوده فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول اللي غاب عن المباراه الاولى، لكن الحمد لله ان ما تمش احراز اي هدف في شباك نادي ليفربول. يعني اتمنى له التوفيق ان شاء الله لليفربول محمد صلاح. تعالوا بقى نروح مع حضراتكم لفقره الفيديوهات المتنوعه، الفيديوهات المتنوعه معانا الاسبوع ده دوريات مختلفه، دوريات هو دوريات شباب، دوريات ناشئين، وايضا دوريات براعم، لكن طبعا زي ما حضراتكم عارفين بنحاول نجيب لحضراتكم كل الفيديوهات اللي حضراتكم مش بتعرفوا تشوفوها غير معانا هنا. دايما بنختار احلى الفيديوهات اللي موجوده، بنختار كم كبير جدا من الفيديوهات، وبنختار منه كمان افضل الفيديوهات اللي حضراتكم بتستمتعوا بوجودها هنا معانا على شاشه قناه النادي الاهلي. طبعا هنبدا معاكم بدوري الابطال، مباراه باريس سان جيرمان ومباراه مانشستر يونايتد، كان فيها احداث كثيره جدا جدا، كان معنا لحضراتكم كل الفيديوهات فيديو واحد علشان نتابع معاكم فرحه باتريس ايفرا لاعب مانشستر السابق والفرنسي الاصل مع بول بوجبا ايضا الفرنسي ولاعب مانشستر يونايتد، وايضا فرحه لاعبي مانشستر من خارج وداخل غرف خلع الملابس مع الجمهور الانجليزي بعد المباراه، وبعد المفاجاه بيصعدوا في الدقيقه 93 من عمر المباراه في مباراه كل العالم اتفرج عليها وكل العالم بيتكلم على الاداء الرجولي للاعبي فريق مانشستر يونايتد. تعالوا نشوف افراح لاعبي فريق مانشستر وفوزهم على باريس سان جيرمان، ونرجع نكمل مع حضراتكم بالفيديوهات.
طيب رجعنا لحضراتكم تاني، لكن هنطير الى هولندا ومكالمه مهمه جدا جدا مع مستر ألفريد شرودر المدرب العام لنادي اياكس امستردام الهولندي، اللي هنتكلم معاه في كلام كتير جدا خاص بمباراه ريال مدريد الاخيره. مستر ألفريد، هاو ار يو اند ويلكم اون الاهلي شانل. هلو هلو، ثانك يو، ايم فاين ثانك يو. First of all, congratulations about qualifying against Real Madrid and that heavy result, 4-1. I think Ajax Amsterdam deserve this win, and they also deserve to be qualifying to the quarterfinal of the UEFA Champions League. Yes, I agree. I think if you look at the two games overall, I think in the end we deserved. And we were a little bit unlucky in the home game that we lost. But there were, I think we had good moments in that game, and I think we had a good attitude to play in Madrid, and the boys did a great job. Okay, I will translate to the audience, and I'll be back to you with the second question. سألته في الأول طبعا، قلت له مبروك على النتيجة الكبيرة والتقيلة اللي حققتها على نادي ريال مدريد بفوزكم 4-1. قال لي طبعا احنا يعني كنا نستحق ان احنا نصعد إلى دور الثمانية، وكمان ما كناش محظوظين في المباراة الأولى اللي كانت على ملعبنا في هولندا. مستر ألفريد، did you expect this heavy result, or your boys and your players they trained very hard and they did their best to win against Real Madrid in Santiago Bernabeu, and they qualified to the quarter final. Did you expect this result and this performance from your players? If you look at the result, it's difficult to expect. But yes, if you look at the way we want to play, I think we were confident about that. So we had a big belief that they could do it, and that because they showed it also in the first game, and we told them that they have to show belief that they can compete with Real Madrid. Yes, and if they show it, you have a chance to get a result. And of course, normally it's difficult to win in Madrid, but there is always a chance. And I think the biggest thing what they did, that they showed a lot of courage to play football. And in the end, I think that's why we win. سألته قلت له هل كنت تتوقع النتيجة الثقيلة والكبيرة والمستوى رائع من لعبتك في مباراة ريال مدريد انك تفوز 4-1 على فريق ريال مدريد في ملعبه؟ قال طبعا احنا اتكلمنا مع اللعيبة، لازم يكون عندكم ثقة في النفس كبيرة جدا، وان انتوا يكون عندكم ايمان ان انتوا تكسبوا فريق ريال مدريد، لكن طبعا النتيجة الكبيرة ما كانش عنده توقع، وده كان الشغل الشاغل والكلام اللي كان مركزين عليه في غرف خلع الملابس وايضا في التدريبات من اخر مباراة كانت على ملعب يوهان كرويف ارينا في امستردام. مستر ألفريد، the new generation of young players, of talented players, but we can see now at the moment that most of your talented players, they have a lot of offers everywhere. For an example, De Jong already signed to FC Barcelona. Also, I want to know about De Ligt and the talks everywhere and the rumors everywhere that Barcelona want also to sign with a player in the beginning of the coming new season. Do you think that De Ligt can join FC Barcelona? This is the first thing. The second thing, do you have solutions of how can you make this missing players with another new players to be talented and to be top class in the second season? Yes, of course I think Matthijs de Ligt is also ready for Barcelona. He is a really good young defender, and he's defensively very good. So I think it is possible, but we don't know if that's going to happen. Yes, yes. It's just a rumor, so we don't know. Mm. But what we know is that he's very good, and in the future he will make a step to a big club. Yeah. And the second thing is I think that is a little bit our job in Ajax. Yes. We have to replace always good players. Mm. And so we have to look very well at our own academy. Yes. If we have players that they are ready maybe to replace them. And if they're not ready, we should buy another player. And I think that's, in general, we do that the whole year. Mm. So, Mr. Alfred, the philosophy of Ajax Amsterdam or Ajax Amsterdam is when they want to replace a player, a world-class player or a top player, they first of all they look at the academy and they see which players can be replaced
by the oldest player that they will transfer to the other clubs. So the first option is to look at your academy. And I think it's the first and the good choice always for every club. Of course. That, yeah, you're right. That's what we do. Yes. سألته على طبعا جيل جديد من المدربين من اللعيبة اللي موجودين في نادي أياكس قدروا أنهم يلفتوا الأنظار وقدروا أنهم يعيدوا أياكس تاني إلى الأمجاد، لكن هتعملوا إيه بعد ما تألق اللعيبة الصغيرين زي ديونج منتقل لبرشلونة وأيضا ديليخت أيضا على أعتاب انضمامه لنادي برشلونة؟ قال لي طبعا إحنا قلت له إزاي بتعوضوا اللعيبة اللي بتنتقل منكم لأندية أخرى؟ قال لي دايما بنبص على الأكاديمية أياكس اللي موجودة عندنا ودايما بنشوف اللعيبة الكويسة اللي موجودة علشان نصعدها ونستفيد بيها ونبني دايما أجيال جديدة في نادي أياكس أمستردام. مستر ألفريد، how do you can see the next step in the UEFA Champions League? Do you think that Ajax is ready for any club to be playing instead of playing a strong team, a weak team, or do you think that top eight clubs will be strong at the same moment? Yeah, I think every team now is very strong in the last eight. And I think it was for everybody maybe a surprise that we win from Real. And I think we have to be, we have to be again down to earth. But also we have to show again belief that if you can win for Madrid and if we are playing really as a team together, we are also difficult to win for most, for the other. So we all, of course, I think we have also a chance to go through. So, Mr. Alfred, you are not hoping to face any club, or you just leaving the whole situation until you see which team are you going to playing against off? Yeah, I think we will look at every club as a big challenge to compete. سألته قلت له هتعمل ايه وشايف الخطوة اللي جاية ازاي في دوري ابطال اوروبا؟ هل تتمنى مواجهة فريق معين ولا كل الفرق شايفها ممكن فرق ضعيفة فرق قوية ولا كل الفرق التمانية اللي موجودين او اللي هيكونوا موجودين هم فرق قوية؟ قلت له كمان تتمنى بقى عندك هل تمنيات ان انت ممكن تلعب حد معين؟ قال لنا اللي كسب ريال مدريد يقدر يكسب اي فريق تاني موجود، وبالتالي هو بيتمنى ايضا ان او هو بيبص نظرته لاي فرق من الفرق التمانية اللي موجودين على انه فريق كبير وده شيء طبعا يحترم. Mr. Alfred, I want to ask you about the Egyptian players. What do you think about Mo Salah in Liverpool? Do you think that he's doing a good performance in the English Premier League? Yeah. Everybody loves that kind of players. Eh? It's like he's a little bit like Messi. Yes. And I think he's doing a great job. Yeah. Yes, Mr. Alfred, thank you so much for being with us, and good luck with Ajax Amsterdam in the Netherlands League or in the UEFA Champions League. Thank you so much for your time. كان معنا مستر ألفريد شرودر المدرب العام لنادي أياكس أمستردام، واتكلمنا معاه بشكل يعني مخصص جدا عن أياكس ومشواره في دوري الأبطال، وكلمنا أيضا ختاما سألته على محمد صلاح ورأيه في اللاعب المصري ومستواه في الدوري الإنجليزي. قال إن محمد صلاح لاعب رائع جدا ولاعب مهم جدا، وقال إن كل الناس بتحب نوعية لاعب محمد صلاح وهو شبهه زي ما حضراتكم سمعتوا بميسي. يعني مكالمة الحمد لله مهمة جدا، بشكر عليها طاقم الإعداد كله ان هو نجح في ان هو يعني بنجيب دايما حاجه مختلفه، الحمد لله بنجيب حاجه مختلفه عن يعني بقيه البرامج اللي بتتكلم عن الكره العالميه، دايما بيكون لنا السبق هنا وبيكون لنا دايما الخبر من مصدره وبنتكلم عليه من خلال وجود احد الشخصيات اللي موجوده من المصدر. ألفريد شرودر هو مدرب العام لنادي أياكس أمستردام الهولندي، اتكلمنا معاه على ديونج وعلى ديليخت واتكلم وقال ممكن يكون حضراتكم ما قلتوش قال او ما خدتوش بالكم، قال على ديليخت ان هو لاعب رائع جدا ولاعب مستعد ان هو ينتقل لنادي برشلونه، لكن هو مش عارف او مش قادر يدينا كلمه ويأكد الخبر، لكن فعلا ممكن نقول ان في مفاوضات ما بين نادي برشلونه وديليخت على الانتقال للنادي الكتالوني بدايه من الموسم القادم. معكم باقي فيديوهاتنا المتنوعه و طيب هنروح لفاصل وبعديها هنرجع نكمل معاكم، خليكم معانا ما تروحوش في اي حته. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مكملين معاكم فقره الفيديوهات المتنوعه، وهنروح معاكم بسرعه علشان نتفرج على هدف اياكس الرائع اللي تم احرازه في شباك ريال مدريد، لكن من المدرجات بزاويه مختلفه جدا. تعالوا نشوف الهدف ونرجع نكمل باقي فيديوهاتنا مع حضراتكم. جمهور اياكس امستردام لما كان موجود في مدريد، انتوا عارفين ان في بعض الاستفزازات اللي ممكن تكون موجوده بين الجمهورين، لكن الاستفزاز دمه ظريف دمه خفيف حصل ما بين جمهور اياكس وعلم
فريق ريال مدريد. يا ترى ايه اللي حصل وازاي جمهور اياكس قدر انه يسقط علم ريال مدريد من احد الاعمده اللي موجوده في العاصمه الاسبانيه؟ تعالوا نشوف الجمهور ونرجع نكمل مع حضراتكم. ومن جمهور اياكس لجمهور ريال مدريد، لكن المره دي بعد المباراه ايه اللي حصل من جمهور ريال مدريد وايه الكلام اللي بيقال على مورينيو؟ بيقال او اتنقل في بعض الصحف والمواقع ان جمهور ريال مدريد طالب فعلا بمورينيو بعد المباراه، لكن هل الكلام ده حصل ولا لا؟ جبت لحضراتكم فيديو بيثبت صحه الكلام ده علشان تسمعوا وتشوفوا بودنكم وتشوفوا بعينيكم جمهور ريال مدريد وهو بيهتف باسم مورينيو بعد المباراه من خارج اسوار ملعب سانتياغو برنابيو. يعني الكلام اللي بيقال ده صح ان الجمهور فعلا بيهتف باسم مورينيو، لكن هنشوف فلورنتينو بيريز العنيد والمتعنت في قراراته، وده انا شايف ان من احد اهم القرارات اللي بتوقع فريق ريال مدريد هي الفرديه في القرار داخل الاداره. طبعا بيكيه وانتم عارفين حضراتكم علاقته المستفزه جدا ما بينه وما بين جمهور نادي ريال مدريد. بيكيه بعد احداث الشوط الاول كان عايز يستفز جمهور ريال مدريد. يا ترى بيكيه عمل ايه باسلوبه المستفز اللي كل حضراتكم عارفينه والكراهيه الشديده اللي بيكرهها الفريق ريال مدريد وجمهوره؟ عمل ايه وهو خارج بين الشوطين؟ تعالوا نشوف. حضراتكم متعودين ان دايما بيكون في بعض اللقطات الكوميديه اللي موجوده في الدوريات المصريه والعربيه بشكل عام، لكن هل وصلت ان يكون في بعض اللقطات الكوميديه والعشوائيه اللي موجوده في الملاعب الدوري الانجليزي؟ فعلا ده حصل. حصل ازاي؟ مباراه ايفرتون وليفربول في الدوري الانجليزي، وام تطلب من فيرمينيو التقاط طفلها علشان يتصور معاه. لا طبعا اتكلمت عليها كل وسائل التواصل الاجتماعي وكل وسائل الاعلام، وجبناها لحضراتكم علشان تشوفوا لقطه دمها ظريف لكن في نفس الوقت تواضع، ولقطه يعني ممكن نقول عليها لقطه فيها احترام من فيرمينيو للمشجعه لنادي ليفربول. تعالوا نشوف ازاي فيرمينيو اتصرف في الموقف ده وتصور ازاي مع الطفل ونرجع نكمل مع حضراتكم. مانشستر سيتي دايما تحت قياده بيب جوارديولا بيكون فريق مميز جدا، مش بس السيتي، لا ده السيتي وبايرن ميونخ وايضا برشلونه، وبالتالي مانشستر سيتي في التدريبات بيكونوا شكلهم مختلف جدا، بيبداوا ان هم يعملوا كنترول او بول كنترول بطريقه مختلفه، بطريقه فيها صعوبه لكن في نفس الوقت فيها مهاره كبيره جدا جدا جدا. تعال نشوف لعيبه مانشستر سيتي ازاي بتسخن بمهاره في تدريبات الفريق ونرجع نكمل مع حضراتكم. دايما كرة القدم الخماسية احنا عارفين ان هي بتكون ممتعة جدا وفيها مهارات عالية جدا، لكن متعودين دايما انها تكون من الكبار، لكن من الشباب وهدف على طريقة التيكي تاكا اعتقد ده صعب او امر صعب جدا. تعالوا نشوف دوري الشباب الخماسي او الصالات وازاي بيتم احراز هدف عن طريق التيكي تاكا او عن طريق لمسة ولعبة ونرجع نكمل مع حضراتكم. مكملين في اهداف الشباب لكن المره دي مش في الكره الخماسيه، المره دي في ملعب حداشرات، لكن فعلا هدف بيتم تسجيله بشكل رائع جدا. يعني هدف فيه يعني نقلات بالكوره كتيره، وهدف فيه فعلا مهاره من كل واحد موجود في الملعب. مش هحرق لحضراتكم الهدف،
علشان ما ينفعش يتحرق، ده لازم تشوفوه وفعلا هتستمتعوا بمشاهدته. ونرجع نكمل معاكم باقي فقراتنا اللي موجوده في فيديوهاتنا المتنوعه. ده هدف في دوريات الشباب، لكن هدف بطريقه رائعه جدا على طريق جيرو. لكن الفيديو اللي بقول لحضراتكم عليه ده هيكون موجود معانا، لكن بعد ما نشوف ركله الجزاء تكنيكها. اول مره في حياتي اشوف هدف بيتم او ركله جزاء بيتم تسديدها بشكل حضراتكم ما تشوفوه. لو حد شايف ركله جزاء بيتم تسديدها بالشكل ده ابعتوا لي قولوا لي. لكن هي كوميديه وفي نفس الوقت يعني بصراحه اللي في الملعب كلهم قدروا يمسكوا نفسهم ازاي من الضحك، انا مش عارف. تعالوا نشوف ركله الجزاء بالتكنيك الجديد ونرجع نكمل معاكم. يعني ركله جزاء فعلا كوميديه، لكن لسه مكملين معاكم في الاهداف الرائعه. هنشوف برضو احد الاهداف الرائعه اللي قلت لحضراتكم عليها، هدف الشباب الصغير اللي فعلا هدف عن طريق لمسه ولعبه من اول ما استلموا الكوره لحد ما اسكنوها في شباك مرمى المنافس. تعالوا نشوف جمال وروعه الهدف ونرجع نكمل مع حضراتكم. لسه مكملين معاكم في الاحداث الغريبه في عالم كره القدم. زي ما قلت لحضراتكم ان كان في او شفتم ركله الجزاء وتسديدها العجيب والكوميدي، ايضا صد ركله الجزاء بشكل كوميدي. عمرنا ما هنشوف ركله جزاء حارس مرمى بيصدها بظهره. يعني ايه اللي انا بقوله ده؟ تعالوا نشوف ونرجع نكمل مع حضراتكم. فعلا غريبة وعجيبة كرة القدم في أي شكل من الأشكال، في التسديد أو حتى في التصدي. لكن طبعا الدوري الأمريكي دوري MLS واحد من الدوريات الكبيرة اللي طبعا كلنا مش بنتابعها علشان بنكون منشغلين بالدوريات اللي موجودة في أوروبا أو حتى دوريات الشامبيونز ليج أو الأوروبا ليج. لكن واحد من أفضل الأهداف اللي تم تسجيلها في الدوري الأمريكي الموسم الحالي، ولسه كمان معانا هدف تاني. لكن تعالوا نشوف الهدف الرائع من عن طريق ركلة ثابتة ونرجع نكمل مع حضراتكم. الأسبوع الماضي كان في لقاء لفالنسيا في قبل نهائي بطولة كأس الملك أسبانيا، واللي قدر إنه يفوز بنتيجة 1-0 ويصعد للمباراة النهائية علشان يلاقي فريق برشلونة في المباراة النهائية لبطولة الكأس. جمهور فالنسيا استقبل الجمهور أو استقبل بعثة الفريق أو الأتوبيس الخاص بلاعبي فريق فالنسيا في مشهد رائع جدا. ودايما دي من الحاجات الإيجابية في عالم كرة القدم، دايما الجمهور يكون مساندك في أي أماكن أو في أي مناسبات أنت بتنتصر فيها. تعالوا نشوف جمهور فالنسيا إزاي استقبل رجوع فريق فالنسيا بفوز مهم وصعوده إلى كأس الملك أسبانيا علشان نكمل بعديها مع حضراتكم. كلنا بنشوف لاعبي كرة القدم بعد ما بيحرزوا هدف بيحتفلوا بأشكال غريبة وعجيبة، لكن دايما مع بالوتيلي لاعب مارسيليا الاحتفال لازم يكون مختلف. يا ترى بالوتيلي احتفل ازاي بعد ما أحرز الهدف مع مارسيليا في الدوري الفرنسي؟ تعالوا نشوف. خروج ريال مدريد في موسم واحد من 3 بطولات على إيد سانتياغو سولاري المدرب الحالي للفريق حصلت واقعة عجيبة جدا وغريبة جدا في التمرين الاخير لفريق ريال مدريد. بعد التمرين زي ما حضراتكم عارفين بيكون في ممر لخروج العربيات الخاص بالمدربين واللعيبه، لكن سولاري بيعمل ايه لما لقى جمهور ريال مدريد واقف بره مستني اللعيبه ومستني المدربين؟ قرر انه يتفادى الجمهور بطريقه
فيها نوع من الكوميديا لما كان ايضا سايق عربيه يعني كوميديه جدا وصغيره جدا، لكن هو ده الواقع في عالم كره القدم. لما تبقى كسبان هتتشال على الراس، لما تبقى خسران اكيد هيتم نقدك واكيد هيتم يعني انتقادك بشكل كبير جدا وبشكل في نوع من انواع الراي اللي ممكن ما يعجبكش. تعال نشوف سولاري ازاي هرب من جمهور ريال مدريد بعد التدريب الاخير الخاص بالفريق بعد خروجهم من 3 بطولات، ونرجع نكمل مع حضراتكم. Y detrás viene Solari, yo creo, ¿eh? Solari. Sí, Solari. Ay. Graba eso, graba eso. Le ha dado miedo. Y detrás viene Solari, yo creo, ¿eh? Solari. Sí, Solari. Ay. Graba eso, graba eso. دوريات الهواء اكيد فيها اهداف وفيها اسرار كتيره جدا جدا محدش يعرفها، علشان كده دايما بنجيب لحضراتكم الاهداف المميزه والمهارات ايضا المميزه في دوري الهواء. لكن هدف من مسافه بعيده جدا 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 في دوري الهواء لفت انظارنا وجبناه لحضراتكم علشان تشوفوه وتابعوه، ونرجع نكمل مع حضراتكم. دايما الوفاء شيء مهم جدا جدا في عالم كرة القدم، والعلاقة ما بين النادي وبين اللاعب حتى ما بيعتزل بعد ما بيعتزل كرة القدم أكيد ده شيء مهم جدا، وهو ده اللي باقي في كرة القدم، العلاقة الجيدة ما بين اللاعب وبين النادي. عشان كده فريق لوس أنجلوس جالاكسي واحد من الأندية اللي لعب فيها ديفيد بيكهام، وبالتالي النادي يعني فعلا بيثبت عن ولائه للاعب حتى بعد ما اعتزل أنه بيبني له تمثال، وبالتالي حضر اللاعب، واللاعب كان حريص جدا ان هو يكون موجود في رفع الستار عن تمثاله امام المقر الخاص بنادي لوس انجلوس جالاكسي في لفته، ومشهد رائع جدا جدا بيدل على العلاقه الطيبه بين لاعب كره القدم وبين النادي حتى بعد ما يعتزل ويبتعد عن النادي. تعالوا نشوفوا ديفيد بيكهام في رفع الستار عن تمثاله امام نادي فريق لوس انجلوس جالاكسي، ونرجع نكمل. ليفربول ما حدش ينكر ان هي واحده من اقوى الديربيات اللي موجوده في العالم. ديربي دايما مقاطعه الميرسيسايد، ديربي عنيف جدا وديربي قوي جدا. المباراه انتهت 0-0، لكن بالنسبه لفريق ايفرتون دي نتيجه كويسه جدا ان هم قدروا يخرجوا من المباراه بنقطه، وقدروا كمان ان هم يحرموا فريق ليفربول من الصداره والتاخر عن نادي مانشستر سيتي بنقطه كمان. وبالتالي بعد المباراه حصلت مشاده عنيفه شويه صغيرين ما بين جامع الكرات اللي حب يستفز يورجن كلوب في لقطه حضراتكم هتشوفوها، لكن بصراحه يعني بطل يورجن كلوب انه قدر يمسك اعصابه ضد الولد الصغير المستفز اللي بعد ما المباراه انتهت سقف له واتريق عليه بلغه كره القدم اللي كلنا عارفين طبعا ان هي اوحش حاجه ممكن تحصل لمدرب او لاعب كره قدم، ان واحد يستفزه من اي شخص او اي واحد موجود في الفريق المنافس. تعالوا نشوف ازاي حامل الكرات استفز يورجن كلوب، ونرجع نكمل مع حضراتكم. كلنا اكيد شفنا تحديات كثيره جدا ما بين اللعيبه بينها وبين بعضها وبين الانديه، لكن اعتقد ان اول مره هنشوف تحدي في المطبخ، تحدي خاص ما بين لاعبي فريق مانشستر يونايتد في البانكيكس. يا ترى عملوا ايه ومين اللي تفوق؟ تعالوا نشوف ونرجع نكمل مع حضراتكم. لكن اعتقد ان دايما في دوريات اللي هو الوضع بيكون مختلف لما بيتم تسجيل هدف، اعتقد ان هو بيلفت الانظار رغم يعني لقله الامكانيات وقله عدد الجماهير وقله عدد المشاهدين اللي بيتفرجوا على الحدث. لكن جبنا لحضراتكم هدف اعتقد انه هدف صاروخي، ممكن نشوف منه اهداف ماركه روبرتو كارلوس، هدف ماركه حتى هنا في مصر محمود ابو الدهب او سمير كمونه، لكن بقالنا كتير جدا ما شفناش نوعيه الاهداف اللي احنا بنجيبها لحضراتكم واخترناها لحضراتكم تحديدا. هدف صاروخي في دوري الهواء اعتقد انه هدف صعب جدا على اي حارس مرمى في العالم. لو مش مصدقني شوفوا واحكموا بنفسكم.
يا ترى نيمار وهو مصاب حاليا بيعمل ايه؟ هل ممكن يستغل دماغه وايديه في مهاره ثانيه غير كره القدم؟ طبيعي جدا نيمار واحد من امتع اللعيبه اللي موجوده في العالم، لكن نيمار وهو مصاب بيستغل دماغه في بعض المهارات اللي اكيد لازم تلفت الانظار. ازاي نيمار بيستغل كره القدم في لعب كره السله؟ تعالوا نشوف. دايما في بطولات افريقيا سواء دوري الابطال او الكونفدراليه اكيد ممكن يكون في اخطاء تحكيميه كبيره جدا، لكن في احدى مباريات الكونفدراليه ومباراه الرجاء المغربي حدثت حادثه غريبه جدا جدا وركله الجزاء لم تحتسب. يا ترى ايه اللي حصل؟ ركزوا كويس جدا جدا في تحركات اللعيبه المهاجمين واللعيبه المدافعين اللي عاملين رقابه لصيقه جدا جدا جدا. بالمناسبه المباراه دي ايضا بالرغم ان كان في ركله جزاء ما اتحسبتش، ايضا في هدف في اخر وقت من عمر المباراه لم يتم احتسابه، وهنا بقى الكاف فتح تحقيق مع حكم المباراه علشان يعرف مدى رعونه الحكم خلال المباراه. تعالوا نشوف ركله الجزاء التي لم تحتسب بالرغم من ان المدافع خلع للمهاجم التيشيرت اللي كان لابسها اثناء سير المباراه واثناء تنفيذ الركله الثابته. تعالوا نشوف ونرجع نكمل مع حضراتكم. المباراه الشهيره في الدوري الامريكي ما بين كولورادو وبورتلاند، المباراه انتهت 3-3 لكن الاجواء كانت صعبه جدا، درجه الحراره كانت 18 تحت الصفر، كارت احمر للفريق، وبالتالي بعد اول 7 دقائق درجه الحراره بتنخفض تماما والثلج بيغطي على اجواء المباراه. تعالوا نشوف بقى ازاي حكم المباراه كمل في الظروف الصعبه جدا وازاي شكل الملعب كان عليه بعد ما الثلج غطاه تماما، لكن بالرغم من كده اتكملت المباراه وخلصت 3-3 في اجواء سائعه جدا جدا جدا. You're watching at home, do not adjust your sets. In swing it, and it's in the back of the net. It's taken a little nibble on the way through. Fellhaber again. Fellhaber with a real chance, a second chance. Oh, he scored! Benny Fellhaber! And I must say, Jeff Atenella's footing was all over the place. DePaulo, and he dragged this one back. And it's put in, and it's an own goal. Oh, no. Declan wins. Charge down, Serna on the angle, drive across goal. Atenella, it's a goal! Shinya Shiki! Would you believe it? It's the rookie, the pioneer from the University of Denver in stoppage time. There's the final whistle and the Rapids have snatched a point. افضل عام او افضل هدف لعام 2019 انا اعتقد ان هو اتحدد من خلال دوري الدرجه الثانيه الانجليزي الشامبيونشيب في احد المباريات، هدف رائع جدا جدا هنختم بيه مع حضراتكم وهنشوفه علشان لما نرجع هتكون اخر حاجه موجوده معانا. اما الحلقه من وادي سبورتس على قناه النادي الاهلي، يا رب يكون استمتعكم، نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده يوم الجمعه اللي جايه على الف مليون خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.